حياكم الله مشاهدين متابعي قناة زاقرس الفضائية. اليوم جولتنا راح تكون بشكل رياضي بحت، حيث نظم فريق التحدي وجارة بغداد الرواد وابو غريب جولة من العاصمة بغداد إلى كربلاء وسط الدراجات الهوائية. مثل ما تشوفون أكيد حتكون بإشراف اتحاد بغداد الدراجات الهوائية، ويانا أحد المتحدثين حبيبي أستاذ. شلونك؟ شلون صحة حياة أستاذ؟ إحنا اليوم جينا نغطي الجولة بمناسبة هاي المبادرة الحلوة. طبعا نريد نسألك عن الإجراءات السلامة أول شيء. الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى وفقنا أنه نقوم برسالة من خلال هذه المسيرة الأربعينية مواكبة الزوار وصولا إلى كربلاء لاستلهام العبر والدروس من أرض كربلاء. طبعا هي رسالة الحسين عليه السلام، بالبداية هي رسالة أخلاق، وتجد هنا اليوم الرسالة هي من كل محافظة شخص دراج يرفع راية، قسم جاء من الموصل، قسم من أبو غريب، قسم من الأنبار، قسم بعض المحافظات تعذروا وحالت بينهم الظروف أنه يجون هذه المسيرة، لكن من ينوبون عنهم أصدقائهم راح يحملون هذه الرايات. هنا الأسامي لا وجود للمسميات، لا فرق بين القوميات، عربي، كردي، تركماني، شيعي، سني، صابئي، مسيحي، العراق كله هذه رايته. تتوحد المحافظات كلها بهذه المسيرة لنعطي رسالة سلام إلى كل العالم، العراق محبة وخير وسلام وحضارة. فالحمد لله والشكر هذه هي رسالتنا، وإن شاء الله بالنسبة للوقاية والسلامة الخوذ الإشارات مثل ما تشوف اللي موجودة على الدراجات الهوائية راح نمشي بمسير، يعني من نخلي الزوار يضايقون، مسير موحد، وعندنا إشارات ونداءات بيناتنا أنه يكون مسيرنا موحد وبدون مضايقة الجميع. إن شاء الله نوصل إلى كربلاء الخير والمحبة والسلام لنقل هذه الصورة. موفقين إن شاء الله. وطبعا أعزائي المشاهدين كمل بجولتنا ونبدأ ويا الأستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الله يخليكم ويسلمكم إن شاء الله. رحمة الله. إحنا اليوم نحب نغطي هاي الجولة بمناسبة هاي المبادرة الحلوة. نحب نسألك شقد راح تطولون بالطريق إن شاء الله؟ طبعا شكرا لكم قناة زاكروس على هذه التغطية. نواسي جميع المراجع العظام بهذه المناسبة العظيمة، زيارة الأربعين، زيارة السيد الشهداء عليه السلام. إن شاء الله إذا الله سهل الطريق تقريبا 125 كيلو إلى 120 كيلو أو أقل، تقريبا حسب المسير، راح يعتمد على المسير، إلى 6 ساعات أو 7 ساعات إذا الله سهل وراد. بعد هي على مسافة الطريق وتسهيل بيد الله. إن شاء الله راح نكون وياهم كدعم لوجستي، نخدمهم ومن الشباب الزوار إذا واحد يحتاج شيء صيانة كأغراض إسعافات بالطريق، راح تكون إن شاء الله راح نسعفهم بالطريق وياهم إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. بالطريق إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا ننتقل أعزائي المشاهدين إلى المتحدث الثاني. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. شلونك؟ شلون الله يحفظك. اهلا وسهلا فيك. اول شيء نحب ناخذ رايك بهاي المبادره الحلوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا جولة هي من عدة محافظات العراق، تقريبا أكثر من 5 محافظات، من الأنبار، كذلك عندنا من بابل، عندنا من الموصل، عندنا من بغداد ومحافظات الأخرى. اليوم راح نروح إلى مدينة كربلاء لننقل المحبة والسلام عبر هذه الرايات. هي كل راية راح تكون بها اسم محافظة، حتى ننقل الشيء الإيجابي، أنه إحنا فقط مو فقط أنه إحنا اليوم فقط أنه هي زيارة، لكن عندنا هدف ثاني انه هي حب السلام بين المحافظات العراقيه. الله يحفظك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ننتقل الى المتحدث الثاني. عرفنا عن نفسك. انا محمد احد الراجين ابو غريب. اهلا وسهلا بك. شو رايك بهاي المبادره الحلوه؟ والله مبادره حلوه، واحنا كليتنا كشباب حبينا نساهم بهاي الامور الطيبه. واحد يحب يوصل رساله للبقيه الشباب للناس انه الرياضه مو بس شلون تقول انه الرياضه تمثل كل الاطياف، كل الديانات، واحنا ان شاء الله متوكلين الى كربلاء المقدسه بهذا اليوم الجميل ويا اخوتنا ويا شبابنا، والتوفيق من الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. موفقين ان شاء الله حبيبي. حياك الله استاذ. شلونك؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله تكون بخير. عرفنا عن نفسك. انا سيف الدين محمد، كابتن فريق التحدي الدراجات الهوائيه. نحن اليوم طبعا اليوم فكرتنا هاي نريد نوصل رساله للمجتمع انه الان دا يمشي العراق. ليش؟ جمعنا من كل محافظة شخص دراج شال علم باسم المحافظة حتى نمشي كوكبة كاملة وكأنه العراق دي يمشي قدامنا العلم العراقي، طبعا حتى نوصل رسالة إنسانية مفادها أن العراق واحد. هنا عندنا الكابتن صهيب،
من الغربيه. شلونك؟ شلون صحة؟ حياك الله. من الغربيه جاي، قلت انه يشيل علم كربلاء. نعم. هو يحدثكم طبعا اكيد على فكرته، ليش الكابتن هو من الغربيه بس شارط علم كربلاء؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك استاذ. مرحبا، شلون صحة؟ اهلا بيك استاذ، حياك الله. عرفنا عن نفسك. انا كابتن صهيب محمد من محافظة الانبار قضاء هيت. اليوم حبيت اشارك باسمي، باسم فريق عراقي انا متطوع انا، وباسم محافظتي محافظة الانبار، اشارك مع هذا الجمع الخير من هواة الدراجات من جميع الأقضية والنواحي ومن جميع المحافظات، متوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء هذه الذكرى المباركة، ذكرى استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. نعم، موفقين إن شاء الله أستاذ حبيبي. شكرا جزيلا. استمرين وياكم أعزائي المشاهدين بجولتنا، عرفنا عن نفسك. أنا سجاد من بغداد، وفريق التحدي يعني فريق تحدي الدراجات الهوائيه صار لي تقريبا 3 سنوات ويا فريق التحدي، ويعني هاي الحمد لله وشكر توفيق من رب العالمين ومطينا صحه وقوه ان شاء الله، وان شاء الله كل سنه وكل عام احنا نطلع ونقدر نوصل الى محافظه كربلاء، ومو اول جوله، هاي يعني الموسم الرابع، يعني صار لنا 4 سنوات نطلع الى محافظه كربلاء، وهاي السنه الرابعه ان شاء الله. موفقين ان شاء الله، شكرا جزيلا حبيبي. نحول على المتحدث الثاني. يا مرحبا عليك حبيبي، الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ حياك الله. الحمد لله، الله يسلمك. نريد ناخذ رايك هاي الجوله وهاي المبادره الحلوه ان شاء الله. اسمي محمد عدنان، محافظه الانبار. انا صار لي تقريبا سنتين فريق التحدي، هو فريق يعني للدراجات الهوائيه، تعرف التهوات ورياضه صحه، وان شاء الله هذا احنا كل سنه نروح الكربلاء نزور ونرجع. موفقين ان شاء الله حبيبي. طبعا نوصل الى ختام جولتنا لهذا اليوم، كان معكم المراسل احمد ارام، مع السلامه.